واحدة من النقاشات الأساسية اللي عم تصير اليوم، هل الثورة مستمرة ولا الثورة انتهت؟ طبعاً الثورة مستمرة، إنما اليوم صار وقت الكفاح المنظم بوجه السلطة الطائفية. شو يعني الكفاح المنظم؟ يعني إنه نستخدم أدوات مواجهة جديدة بديلة عن الأدوات العفوية يلي كنا عم نستخدمها حتى اليوم. يعني إنه ننظم أنفسنا بلجان شعبية بالمناطق، بكل المناطق. يعني إنه اللجان الشعبية تتحول لخلايا عمل واتخاذ قرارات لا مركزية، وإنه ينتخب منا مجلس وطني للثوار لحتى يكون إطار تنسيقي وإداري للتحركات ولاتخاذ القرارات، وأيضاً حتى يكون شكل من أشكال السلطة البديلة والشرعية البديلة. الكفاح المنظم يعني أنه ننضم ونأسس نقابات بديلة عن النقابات يلي سيطرت عليها قوى السلطة ودمرتها على مر السنين. الكفاح المنظم يعني أنه ننضم وننتسب لتنظيمات سياسية تغييرية وتقدمية وديمقراطية، قوى سياسية منظمة وفعالة وقادرة على إنتاج محتوى وخطاب سياسي واضح وجدي طموح وواقعي بالوقت نفسه. من خلال الكفاح المنظم وحده نقدر نأسس لمقاومة اجتماعية بوجه الحرب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأمنية يلي عم بتشن علينا منظومة السلطة الطائفية اليوم. ومن خلال الكفاح المنظم وحده منخلق الثقة بقوتنا وبقدرتنا على التغيير. فقط لما نحس بقوتنا نقدر نحول انتفاضة تشرين لثورة اجتماعية وسياسية بتغير الواقع يلي عايشين فيه للأبد. الكفاح المنظم هو واحد من أهدافنا الأساسية بالتنظيم السياسي يلي أنا بنتمي إله، يلي هو لحقي. لحقي هي تنظيم سياسي بيهدف لتحقيق مجتمع العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والديمقراطية الاقتصادية، ومجتمع العلمانية والحريات والعدالة لجميع الهويات الجندرية، مجتمع ببلد ديمقراطي عادل بكل معنى الكلمة. أما مفهومنا للاقتصاد فأساسه تحقيق العدالة الاقتصادية وتأمين الوفرة وتحفيز التضامن الاقتصادي الاجتماعي بين الناس. بدنا نوقف كل الإنفاق على المشاريع المضرة مثل سد بسري وغيره من السدود والمحارب. كيف منوصل لكل هيدي الأهداف؟ نحن بلحق من آمن بأنه الوصول لهيدي الأهداف بيتحقق من خلال تنظيم الناس مهنياً ومناطقياً وأيضاً بالاغتراب على أساس لا مركزي وباستخدام أدوات الديمقراطية المباشرة، وأيضاً من خلال الانطلاق من مبادئ واضحة وصلبة وحاسمة بانحياز لحقوق الناس ولمصالحهم الفعلية بمواجهة مصالح قوى المنظومة السلطة الطائفية المهيمنة. على هيدي الأسس لحقي تحولت من حملة انتخابية شعبية تشاركية شارك فيها مئات الناس، حملة انتخابية غير تقليدية بتنظيمها وأدواتها، لحتى تصير اليوم قوة منظمة وفعلة سياسية. وشعار القوة للناس انتقل من أنه يكون شعار انتخابي لحتى يصير اليوم بحيز التطبيق والفعل. منظومة السلطة الطائفية المتجذرة بالمجتمع وبالاقتصاد وبمؤسسات الدولة من المستحيل مواجهتها من دون الكفاح المنظم يلي هو تعبير عن تضامن الناس وقوتهم. القوة للناس.